والسلام عليكم احبابي ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتي. الفيديو اليوم سبونسرد من موقع فرزانة. فرزانة اللي هو واحد موقع او ستور يوفر لكم كل احتياجاتكم اليومية من خضار فواكه اشياء اغراض منزلية. موقع تقدروا من خلاله تتسوقوا كل ملتزماتكم نفس ما تعرفون. كل مرة نحتاج شيء من الخضار من الفواكه من اكل من لحم من سمك من دجاج، فهالموقع هذا يسهل عليكم هالشيء، خصوصا الحين في الاوضاع الحالية الانسان صعب يطلع ويجي بالنسبة للكورونا وهالاشياء كلها. فموقع فرزانة بتحصلوه في الديسكريبشن بوكس، ويلا نشوف شو وصلني من موقع فرزانة. صباح الخير. صباح الخير. اوجه الخير. الله يبارك فيك. اكيد. الحمد لله. لاباس عليك. اللهم بارك الحمد. جيتي وجا معاك الخير. الله يبارك فيك. مرحبا. فاليوم هذا هو الموقع، تقدروا تنزلوا الابليكيشن كذلك من الابل ستور والجوجل بلاي. فيلا هنشوف شنو طالبه انا للبيت، لان تعرفوا مع البرياني وهالسوالف شوفوا ريم تصيح. طالبه لي هذا فلافل مشكله، اناناس، برتقال، بروكلي، جزر، كل هالاشياء. وعلى فكره كل هالايتيمز هذيله يكون مكتوب فيهم الاسعار. شوفوا البيض كذلك، الستروبريز، شوفوا ريم شو سوت، فتحتها كلت منه وخلاته. دابا انا وامين غادي نغيروا الديكور ديال هاد الكليسه. دابا حنا دايرين هاد الكليسه هنا، انا خديت هذوك الخشبات لانك كنت باغا نديرهم في داك الحيط وندير شويه هنايا. فغادي تشوفوا دابا قبل وبعد هادشي افون اي ابري. دابا جينا نديرو في هاد الكيين سطينا غادي يزرب تعطى. شوف دابا شنو درنا، خدينا هذا وهادو نسينا الجلود ديالو. دابا خاصو ضروري الشينيور يتقبل الحيط، ما يمكنش بديك الجلده. دابا هذا ما بانش ليا غادي يخدم. امين كنقول تقولوا لنا، فدابا غادي نمشيو للدروغري نعاودو نرجعو ليهم المسامر نبدلو هاد المسامر. صراحه شي ما خدامش، خاصنا المسامر العاديين. غادي نمشيو والله الا غدا بيجاما. المهم نمشيو نقضيو حاجه ونرجعو. كاين ما يدا ما كاين ما يدا، اللهم اننا نلصقو داكشي ويطلع داكشي زوين ومربوحه. خليها امين مشينا خدينا المسامر، خدينا المسامر العاديين. لقيت هادو باكية هادي بخديتها بثلاثة دراهم، ومع تهرست ليا هاد الجنب اللي هنايا جبت هاديك السيمة غادا نلصقها نوريوهم المرأة المغربية اش كتعرف دير. تسرح القوادس، تصاوب الجير، تلصق الشي في الحيوط. المرأة المغربية ضرب ليها ألف تحية. هاجي نلصقو هادشي ورجع معاكم. اليوم الرفيسة رفيسة على الغدا. بسم الله. دابا حنا اكتشفنا واحد الحاجه جديده بابا. دابا في ضبع عمر كنت تعامل مع رويسه، دابا قلت لهم اليوم عندي مقابله مع واحد المذيعه روسيه صحفيه. شنو هي الكلمه اللي قلتي غلط؟ ايدي سودا. يا اجي ايدي سودا بس ما تريد تدخل تشوف شنو عجبك. اي تدخل ليش لا لا ديال البيعه. كور كاستوير شحال هذا شحال هذيك. اي هي هي انا معليش تفهم المدام ماشي الروسي وحنا ما عارفينش. ها ماشي روسي اكتشفنا شي جديده بابا. اعتراف خطير اختي الزهراء. اول مره شوفي شحال من عام انا مزوجه معاه، اول مره سمعت سبيكين راشن نيتو نيتو نيتو. اي هي والله نعرفها. ومادام شنو هي بالروسيه؟ مادام ديالي شنو هي بالروسيه؟ تقولي ما كاش مجوز ما كاش مجوز. بقيت عقل بابا فاش كنتي كتمشي لاكادير كيجي مسكين مع الخمسة الصباح الفجر كيوصل وانا كندخل عليه كناخذ بيستاش والله الا ناسين كاملين في الموسيه وكنتسناو. والله يجيب بيستاش يجيب اللوز والشكرات ماروخ هذاك الاوريجينال بنين كان مليع على ايام ايام. يا ليتها تعود يوما. اي والله اختي الوالد كان عنده واحد المحل في درب عمر، بويا عمر اسمته. درب عمر درب عمر بلجدية كنتي معروف بن سعيد ياك؟ بن سعيد هي اللي كانت السمية ديالنا ديك الساعة. وياه. والسلام عليكم احبابي كيدايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم كلكم بخير وعلى خير. اليوم
القيت هنا في الواجهه البحريه لا اله الا الله شفتي الصاك الواجهه البحريه في دبي. اول مره نجي هنا بحال قلتوا المرسى هنا في دبي عند الواجهه البحريه. فاحنا دابا جينا نتغداو. اول حاجه غادي نبداو بها النعام السري هي شوربه السيفود بالكريمه. شوفوا ما شاء الله زيت العود بعدا زيت العود متكتك. وليد صحه والراحه. اول طبق الربيان دابا شوفوا مش نصه ما شاء الله كرافيت مقلي بنين بنين رايك تجرب؟ جرب لا لا بنين 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 بسم الله هي زين كليت الصراحه واع امين كجاتك الدنيا واع سنك سنك ما شاء الله الصراحه بنين. اهم حاجه نوكل كتكوتي ياك ماما برد هي حاضره فراخ عطيهم اول سلطه وحمص. وهذه شخصيا المقيله ديال الامارات شفتوها مقيله لا صوص طوماطه وين مقيله ضرب لي مقيله هيا ناقصها البيض صراحه. شوفوا قالك طاجين لا فيها فيها مطيشه. الوالده مسكينه ما كتاكلش الحوت لا اله الا الله. ياسين كي جاك الماكله 5 5 هذه ماكله 5 5 والله هي 5 5 نبي سي امين مشغول كيف تارس شوش داير ربي لا محل شداتك الكاميرا حل نتوما الجوج تلاقيتو ساندويتش ساندويتش شوفوا واش داير الساندويتش انشوف حل حل واش نقول لكم من سوق السمك لدبي مول. جينا هنايا نغير شويه الجو ونحوطو لانه معايا قالك خلينا نمشيو نجلسو في الدار. قلت لهم سيروا جلسوا انا غنخرج انا وماما وانا ياسين من النوع حشومي بحال بابا مازالش عليه الدوره بزاف مازالش عليه زيد عليه الدار والرياضه سبور مع في الغرفه عندهم دايرين داك الماشينه ديال الجري حتى لاقي راحتو عليها كيدير ليها اكل صحي وداكشي المهم خليتو على راحته هو والوالد وخليت وليداتي في الدار. المهم غادي نبرد دغيا 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 المهم بغات تشوف قالك دبي في الليل فجينا ما خرجش لحال جديداتي اي شوف بعويناتي وييه ايوا هذا الشيء اللي كاين الشيء اللي كاين وانتم معانا هذا الشيء اللي كاين لا يوريكم الطيم اللي فيا انا وماما وييه هذا الشيء عليا ميمتي ما عرفتش ضروري ضروري ديما نقضي تما خصنا ضروري نبلو دابا هاد المشكلة هاد الشهر غيمشي وأنا حابسة معاك الله حابسة ووليدك إن شاء الله في المراحل ومعاك الزوج ديالك وهادي الدنيا هادي هي أخيب حاجة في الغربة كتفرحي والديك يجيو عندك كتحصل ساعة على أنهم يرجعو كتولي الحمد لله صعيبة دابا انت ولفتيني انا ماشي غير ولفت ربي ما يمكن ربي ودا ماشي ماما صعيب الحال ماشي قليلة صعيب 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 الحمد لله اي والله يسلمك. او دابا غادي تبدا ميزه فلوغ معكم على قناه منطف راش فوقاسين اجواء عائليه يلا ها بصيح او ماي جاد شركه تجاربهم اليوميه مع جمهور اكل معاك اليوم في الحلقه جاتني الخلعه شو هاد الكلام يعني اسمع انسان تعب على اخوانه تعب على اسرته عطانا هالحس المسؤوليه بس اهم شيء اللي اشكر عليه ان ربنا على القناعه